من جمعية الشرف لسان وبلاكسن، وهي فرصة لأطفال المخيم للتعرف على لغة الإشارة. دعونا نستطيع الأمر. ديال لغة الإشارة ولا وصلت لغة الإشارات، فتطرقت للتاريخ بالنسبة للتست ديالي، تطرقت للتاريخ ديال لغة الإشارات وبعض المفاهيم وبعض المعارف على لغة الإشارات، أيضا بعض الكلمات التلاميذ يفهموها مثل الأبجدية ديال لغة الإشارات. وبصفة عامة فالورشة كانت جميلة جدا، التلاميذ طرحوا أسئلة تمت الإجابة عنها، بعض المفردات صعيبة ولا اللي ما فهموهاش تم شرحها لهم، وهذا ما كان، وهذا هو نتمنى لغة الإشارة استفدت منها كيفاش نهضر بالإشارات والحروف نتاع الإشارات، وبزاف بحال منها شحال من حاجة. مخيم من تعلم لغة الإشارات ومما سيمكنه من التواصل مع الأطفال السم وضعاف السن، وهذا هو هدف مخيمنا.